السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان مبارك إن شاء الله، بصحة وسلامة وبكل ما كتمناو يا ربي، وتحققوا كل اللي تمنيتوه إن شاء الله مع وليداتكم. جبت لكم اليوم حاجات من ضمن الحوائج اللي كنديروا في رمضان. دي ميني بيتزا كيجيو غزالين، دي شويه ديال الزعتر وملحه وشويه الخميره ديال المعجونه وشويه الخميره ديال الحلوه، وعندي واحد 4 كاس ديال الزيت البلديه اللي غادي نبسبس فيها هاد الطحين ديالي، وغادي نخدمو مزيان وعاد نجمعو بالماء. غادي ندخل هذاك الطحين ديالي في ديك الزيت البلديه كله حتى يولي بحال يعني الطحين ملبس بالزيت. نحاولو مزيان نبسبسو الطحين ديالنا. سامحوا لي لاني شحال هادي غبرت عليكم، واخا كنصيفط غير فيديوهات صغيورين، ولكن يعني كنكون خدامه مع الوالده ديالتي، عندها المحل ديال هادشي ديال حلويات رمضان، معسلات. هنا درت واحد شويه ديال تتبيله ديال البيتزا، فيها لي زيبيس ديال البيتزا، توابل البيتزا، فيهم الريحان، فيهم الزعتر، فيهم بزاف ديال الاعشاب موسمه. من بعد ملي غادي نعجن ديال العجينه ديالتي عاديه، ما تكون جاريه ما تكونش قاصحه، غادي ندخلها للميكا ونخليها تخمر واحد الساعه تقريبا على بيد ما نطيب لاصوص ديالي. مطيشه ديالتي درت فيها في الاول طوماط سوغيز، درت فيها الثومه وسلقتها مزيان وطحنتها وصفيتها، درت ليها هنايا اوراق سيدنا موسى. نحاولوا هاد الرغوه هذه نحيدوها لان كتحمض لينا مطيشه. كاع هذيك الرغوه نحيدوها، والمطيشه ديالتي درت فيها سكينجبير، غير ما تصورات ليش ديك اللقطه، درت فيها سكينجبير، شويه البزار يعني الفلفل الاسود، وواحد 4 كاس ديال الزيت البلديه والملحه، وصافي. وشحرت هذيك المطيشه ديالتي حتى تطابت. مهم العجينه ديالتي غادي نطلقها بشويه ديال الطحين والمدلك ديالي. غادي نطلق العجينه ديالتي مزيان، وغادي ندير هذا الطابع اللي بغيت. درت هادو المدورين عاديين، ودرت هاد المربعين اللي مشنفين من جناب. عندي في البيتزا ديالي غادي تشوفوا ان شاء الله شكيلات زوينين، وكان تنتمنى ان شاء الله يعجبكم، ونخليكم ان شاء الله مع تتمه الفيديو. نحاول هاد اللي خليت العجينه اللي خليتها مدوره، غادي نشنف هاد الجنيبات وغنجمعهم بحال اللي غادي ندير الخبز المزوق. نحاول نديرهم بحال الشميشات، كل جوج غنشرطهم بالموس ونجمعهم بيديا. والله الا غير سمحوا لي اني الناس بزاف اللي ما كنشاهد ليهمش الفيديوهات ديالهم، كنتمنى يسمحوا لي، لاني انا كنخدم مع الوالده ديالتي في هاد شعبان، ما كنساليش، وكنجي في العشيه عيانه، يعني كنلقى الشغل ديال الدار ولا هانتوما شوفو الشميشه كي جات غزاله هاد الشكيل هذا. هنا درت الكفته،
درتها في ديك فاش طيبت لاصوص ديال المطيشه. غادي ندير لها شويه ديال المليحه، المهم هنا لاصوص ديالي اللي درتها في هاد لي ميني بيتزا اللي طيبتهم نص طيبه ودرت عليهم لاصوص. عندي اللانشون وعندي البصله اللي شحرتها شويه، البصله شحرتها غير في شويه الزيت ومليحه. عندي الكفته وعندي لانشون وعندي الفرماج الاحمر محكوك وعندي الزيتون وعندي السوريمي. وعندي الجبن محكوك، فكندير شكيلات هكا بالسوريمي والفرماج وكندير لانشون وشويه الزيتون مقطع. كنتمنى ان شاء الله هاد لي ميني بيتزا تجربوهم، كيجيو غزالين و لاباط ديالهم كتجي هشيشه بالمذاق ديال الزيت المليه، والله الا صدقوني كيجيو غزالين. غادي ندخلو هاد الميني بيتزا يعني طايبين، غير يدوب داك الفرماج عليهم ونخرجهم. درتيهم شوية الزعتر من الفوق، وجدت معاهم هاد الكيكة. يعني تقدروا تجربوها هكا في رمضان، ها لي ميني بيتزا كيجاو غزالين. تقريبا الطابلة ديال رمضان كنديرو قهيوة